الحمد لله الواحد مبسوط يعني اللي هو جه النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير واحسن نادي في مصر وافريقيا طبعا، احساس يعني لا يوصف يعني، وان شاء الله بقى على قد المسؤوليه باذن الله. الموضوع خلص الحمد لله في اقل من 24 ساعه يعني، خلصت هاتفيا بين مستر ماجد وتقريبا كابتن خطيب على حد معلوماتي وكده، فالحمد لله يعني اللي خلصت على خير يعني الحمد لله. احساس مش هقدر اقول لك يعني، انت اكيد فرحان جدا بيكلمني بيقول لي تعالى النادي الاهلي، فانا اندهشت الصراحه عشان الموضوع كان خلاص يعني، انا كنت بنسبه كبيره جاي راح الزمالك خلاص وكده، فلما قال لي النادي الاهلي فطبعا فرحت واتفاجئت بالموضوع، وقالوا لي هم هيخلصوك عن الزمالك وكده، فطبعا جيت خلصت كل حاجه مع النادي يعني. شكلك اهلاوي انت منتظر؟ اه طبعا. طب قول لي بعض الدلائل كده الجمهور النادي الاهلي انك كنت اهلاوي، مثلا كان عندك تيشيرت النادي الاهلي منتظر في البيت طبعا فيه. اول تيشيرت جبته للنادي الاهلي كان امتى؟ كان 2008 كده. من النجوم اللي مثلا خلوك تبقى اهلاوي او تشجع النادي الاهلي؟ انت لسه ما شاء الله لعيب صغير 21 سنه صح؟ 21. الجيل بتاع ابو تريكه، كابتن ابو تريكه طبعا وكابتن بركات، ده احسن جيل طبعا يعتبر يعني، انا على اللي انا شفتهم كان ده طبعا جيل جامد، فطبعا الواحد كان بيتمتع لما كان بيتفرج عليهم وبطولات وانجازات، فدول اللي حببوني للكوره طبعا اكيد يعني. مثلك الاعلى بقى، انت لاعب وسط مهاجم صح؟ مثلك الاعلى في الحته دي سواء محليا او عالميا. انا مثلا اعلى كابتن محمد صلاح طبعا يعني، حاجه شرف لينا كلنا، وده اكتر واحد بحبه يعني. انا هتمرن وهعمل عليا وربنا ان شاء الله يكرم وكده، وانا مش جاي اقعد، انا الحمد لله ما بحبش اقعد، وان شاء الله الملعب اللي هيبين ان شاء الله الاحسن والاحسن يلعب، اهم حاجه مصلحه النادي يعني ان شاء الله. طبعا ده خطوه كبيره في حياتي الحمد لله خدتها، والواحد مبسوط اللي هو خد الخطوه دي، وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر العب ان شاء الله الفتره الجايه واشارك وارجع واروح منتخب مصر ان شاء الله باذن الله.